السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. نظهر نتكلم عن دعاء جميل جدا بعنوان أجمل الأقدار. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء. يا رب، بك تطيب الخواطر ومن عندك تتحقق الأمنيات. يا رب، استودعناك أمورا في خواطرنا فحققها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ضربا لا تضيق به الحياة، اللهم كن لأمنياتنا مجيبا ولضعفنا سندا ولانكساراتنا جابرا يا أكرم الأكرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.